عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله هنتكلم النهاردة على موضوع جيناتك، هنتكلم على المود اوف انهيرتنس كالمواضيع دي. يعني انا هنزلهم في 5 فيديوهات ورا بعض، بتمنى ان شاء الله الشرح يعجبكم، وضحت الفكرة. و يلا بينا نشوف اول موضوع عن الاوتوزومال دوميننت. الاوتوزومال دوميننت من الاسم كده هنفهمها، معنى كلمة اوتوزومال يعني المشكلة في الاوتوزومال كروموزومز اللي هي اول 22 كروموزومز، ملهاش علاقة بالاكس كروموزوم. ومعنى كلمة dominant يعني الديفكت لو ظهر في ناحية واحدة من الكروموزوم، يعني ادي مثلا لو عندنا الكروموزوم اهوت والمشكلة كانت في دراعه في الجين، المشكلة كانت في الجين اللي في اللمادي بس واخوه اللي قصاده سليم، يبقى هنا المرض هيظهر. وده ما يمنعش ان لو الاثنين كانوا متصابين ان المرض ما يظهرش، لا هيظهر طبعا. يبقى معنى كلمة dominant ان الاثنين موجودين او واحد بس موجود المرض هيظهر. طيب هو بيقولك بيظهر في الميل والفيميل قد بعض، ليه؟ لان ديت مشكلة في الاوتوزوم كروموزومز ملهاش علاقة بالاكس كروموزومز. الميل والفيميل هينقلوا المشكلة لأولادهم طبعا، لأن طبعا البيبي لما بيتولد بياخد واحد من هنا، بياخد يعني جين من الأم مع جين من الأب، وهنشوف النتيجة ايه بعد كده. بيقولك مش بيعمل سكيبنج للجينيريشن، يعني في كل جينيريشن هنلاقيه في الأجداد، هنلاقيه في الآباء، هنلاقيه في الأبناء. ليه؟ لأن هو مجرد ديفكت في ناحية واحدة هتفضل تتورث في كله، مجرد ديفكت واحد هيقدر يظهر المرض، فسهل قوي إن هو يبقى موجود في أي حد. طيب بيقولك لما وان بيرنت هيبقى افكتد وهيبقى هيتيرو زايجوس، لما تبقى المشكلة في ناحية واحدة ده هيبقى هيتيرو، لما يبقى في الاتنين اسمها هومو، شبه بعض بالظبط، والتاني ما تأثرش والتاني سليم. يعني احنا مثلا لو قلنا ادي شخص عنده جين في ناحية واحدة في ديفكت والتاني سليم، ايه اللي هيحصل لما مثلا لو فاكرين احنا كنا بنعمله في ثانوية عامة هنفهم كل حاجة هنا بالطريقة ديت. ادي ده هياخد واحد من دول، هيبقى اهو كده دوت احتمالية هيكون مريض طبعا، ودوت هياخد واحد من دول احتمالية هيكون سليم. يبقى اذا لو احد الاباء كان عنده جين ديفكت في ناحية واحدة والتاني كان سليم، هيبقى عندهم احتمالية 50% ان البيبي اللي جاي دوت هيبقى مريض في كل حمل، في كل حمل عندهم احتمالية ان البيبي اللي جاي 50% هيكون مريض. ودوت عليه امثلة زي المورفان سندروم والاكوندروبليزيا، ودي حاجات هتتشرح في مكانها في المنهج. عايزين نشوف بقى البيديجري كده العيلة ونطبق عليها الكلام اللي احنا قلناه دوت. احنا قلنا اول حاجة ان هو بيظهر في الميل والفيميل زي بعض، لو احنا عدينا هنلاقي 1 2 3 4، الفيميل 1 2 3 4 5 قريبين جدا من بعض، يبقى هو بيظهر هنا في الميل والفيميل بالتساوي. طيب والاثنين بينقلوا المرض لاولادهم، ادي عندنا الميل هنا هو اللي متأثر نقل للبنت والولد، عندنا البنت هي نقلت المرض لبنت ولد وهكذا. طيب قلنا انه مش بيعمل سكيبنج للجينيريشن، ظاهر في الجينيريشن الاول، ظاهر في الثاني، ظاهر في الثالث، ظاهر في الرابع، وبيفضل يتناقل. طيب واضح ان 50% لكل علاقة طالعة متأثرة. اول علاقة هي ادي اول علاقة طالع منها البنت متأثرة، وادي ولد لكن الولد التاني مش متأثر، وهكذا 50%. مثلا لو شفنا دوت اهو، ادي 50% متأثر 50% لا، ادي هو برده 50% متأثر 50% لا، ملهاش علاقة ببنت او ولد. يبقى دلوقتي جات لنا الرسمة ديت وعايز يعرف منها هل ديت اوتوزومال ولا اكس لينكد، هل هي دوميننت ولا ريسيسيف، هنعرف منين؟ اول حاجة هنلاقيها موجودة في كل الجينيريشن، هنعرف ان ديت دوميننت.
طيب هنلاقيها موجودة في الولاد زي البنات بالظبط، والولد بينقلها للبنت والولد، والبنت بتنقلها للبنت والولد عادي ما فيهاش اي اختلاف، يبقى ديت هتبقى اوتوزومال. تمام كده موضوع الاوتوزومال دوميننت.